السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدين الكرام في كل مكان على قناتي من شباب، أطاب الله مساءكم بكل خير، أحييكم وأدعوكم إلى هذه التغطية من حديث المنتصف. قبل أيام سجلت قناة الميادين التابعة لإيران حلقة مع المخلوع صالح، بثتها بالأمس، غير أن اللافت فيها أن المخلوع غير متزنا، وهو يصدر شتائما لمن قال أنهم قيادات مؤتمرية متسولة في الرياض والقاهرة، شتائم تعزز سقوط المخلوع أخلاقيا بعد سقوطه عسكريا وسياسيا أيضا. كان المخلوع يصدر انفعالاته دون أن يأتي بالسبب المباشر، اليوم جاء تفسير انزعاج المخلوع وانفعالاته وخروجه عن دائرة الأدب إذا ارتفع الصوت المؤتمري المناهض لنهج المخلوع صالح الذي يتمسك برئاسة الحزب ويتحكم بقرارات وتوجيهات وسياسات الحزب، مستندا بذلك إلى كتلة المصالح التي أسسها ومن خلالها استقطب مزيدا من قيادات الحزب. تتركز غالبية هذه الشخصيات القيادية على روابط الصهارة السياسية والقرابة. حزب المؤتمر الشعبي العام وإن لم يكن على وإن لم يكن وفق إجماع، إلا أنه بدأ بالتحرك جزئيا، واستطاعت قيادات حزبية مؤسسة لهذا الحزب بالأمس أن تعقد اجتماعا تنظيميا برئاسة الأمين العام للحزب أحمد عبيد بن دغر. خرج هذا الاجتماع بقرار إحالة المخلوع صالح ومن يقف معه إلى الهيئات الرقابية في التنظيم لمحاكمتهم ومحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب اليمني وما ألحقوه من أضرار بحق الوطن ووحدته الاجتماعية وبحق تنظيم المؤتمر الشعبي العام بحسب البيان. موقف مسلط عليه الضوء، ونذهب في نقاش جدوى ما أخذته أو ما اتخذته هذه القيادات، قيادات المؤتمر الشعبي العام، ودلالات هذا هي إحالة المخلوع للمحاسبة وللمحاكمة التنظيمية، وإلى أي مدى واقعية هذا القرار وانسيامه مع اللوائح والقوانين والقوانين المنظمة لحزب المؤتمر الشعبي العام، وأيضا قدرة القيادة المؤتمرية على تنفيذه. وسنتحدث عن ما هي الخيارات أمامها في حال رفض المخلوع الانصياع لهذا القرار، وهل محاولة إنقاذ الحزب بهذه الطريقة وما تبقى منه بهذه الطريقة سيجدي، أم أنها تريد فقط أن تزيد من تفكك هذا الحزب و تصاعد القضايا التي ستكون سببا في تفكك هذا الحزب. كيف سيتأثر الحزب بهذا القرار، وما توقعات القيادات الحزبية، ما هي توقعاتهم عن ردة فعل المخلوع بعد هذا القرار؟ مشاهدينا الكرام، سيكون معي في هذه الحلقة من حديث المنتصف لمناقشة هذا الموضوع السيد سام الغباري. سام الغباري من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام، قيادي في حزب المؤتمر، وشخصية معروفة تواصلنا معها خلال الفترة الماضية كثيرا في حديث المنتصف. السيد سام الغباري الآن معي على الهاتف. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، سعيد جدا بلقائك أو بهذه المداخلة الآن على قناة يمن شباب، ونحن نتحدث عن حراكا مؤتمريا يخلع المخلوع صالح من رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام. أخي الكريم، بداية، كيف تقيم ما خرج به اجتماع بعض قيادات حزب المؤتمر وخلع المخلوع من قيادة الحزب وإحالته للمحاسبة؟ بخصوص القرار الذي اتخذ أمس، هو كان ضمن بيان ثالث للمؤتمر الشعبي العام. البيان الأول كان قبل عاصفة الحزم، وناشدنا فيها الكثير من القيادة المؤتمرية
بالتعقل وبالوصول إلى اليمن إلى بر الأمان وعدم التعاون مع الميليشيا. البيان الثاني صدر بعد مؤتمر الرياض وأكدنا فيه أنه لم يعد من المناسب أن يستمر علي عبد الله صالح في رئاسة الحزب، وأعطينا المهلة الكبيرة لمدة 6 أشهر إلى الآن، إلا أنه ما زال مستمرا في التواصل مع الميليشيا ومستمرا في إقحام المؤتمر الشعبي العام في الصراع وإدارته وتحويله إلى أذرع للميليشيا. المؤتمر الشعبي العام يملك الكثير من المصالح الاستراتيجية على مستوى الوطن، يملك الكثير من الجماهير ويملك الكثير أيضا من الأدوات والمصالح المتشعبة. فهذا البيان الذي صدر بالأمس هو كان بيان إنقاذ للمؤتمر الشعبي العام من أن يتحول في وقت لاحق خلال إدارة الأزمة إلى حزب متهم بالجرائم ضد البشرية وضد الإنسانية على الشعب اليمني بالذات. وهذا البيان كان بمثابة إنقاذ حقيقي للموقف ومحاولة إبعاد صالح من رئاسة الحزب وتجريده من كافة أدواته السياسية التي لا يمكن على الإطلاق أن يستمر بها صالح في المستقبل. وقد أذعن لذلك هو في مقابلته مع قناة الميادين بتأكيد أنه لم يعد له مستقبل داخل الحزب، وأنه لكنه يريد أن يكون هذا المستقبل بالخروج طوعية من الحزب وفق مؤتمر عام. وأعتقد أن وجود أو حكاية الحديث عن مؤتمر عام في هذا التوقيت هو مجرد لعب على الأوراق فقط. المؤتمر الآن بحاجة إلى رئيس مؤقت له، لأن الوضع استثنائي داخل اليمن وفي الاتحاد بشكل عام. سيد سامي، ما دلالات هذا القرار داخل المؤتمر ذاته؟ يعني كيف أخي الكريم؟ يعني عندما نتحدث عن دلالات القرار داخل المؤتمر نفسه. ألو مرحبا سامي، الصوت واضح؟ ممكن ترفعوا الصوت قليل فقط؟ طيب الشباب وضحوا الصوت قليل. طيب خلينا ننتقل الى 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 يعني في نفس المحور، ولكن يعني الى نقطة اخرى. يعني ما الذي ممكن ان يخسر المخلوع صالح من خلعه من حزب المؤتمر؟ يعني ما الذي يمكن ان يخسره؟ ان يخسره علي عبد الله صالح؟ ايوه، علي عبد الله صالح خسر الكثير من الادوات يا سيدي الكريم، خسر الكثير من القيادات المجربة، خسر الكثير من رجالة الدولة، خسر الكثير من الصحفيين والإعلاميين والمثقفين، خسر الكثير من الشعب اليمني. الآن أكثر من 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 70 أو 75% من الشعب اليمني لم يعد يؤمنوا بوجود صالح كزعيم للشعب اليمني أو كرئيس سابق للشعب اليمني. كان له الكثير من المزايا والكثير من الحضانة والكثير من النفوذ والهيلمان الكبير. علي عبد الله صالح شارك الحوثيين في مسألة تدمير اليمن بصورة مؤسفة لم نكن نتوقعها منه على الإطلاق، ولم نكن نعتقد أنه يحمل هذه العدائية الكبيرة للشعب اليمني، الشعب اليمني الذي قدمه عام 78 وظل يحتفظ به رئيسا لمدة 33 عام. أيضا يعني لم نتوقع أن يفعل كل شيء في عدن، عدن التي احتضنته عام 90 والتي نصبته رئيسا للجمهورية اليمنية وقدمت التنازلات، وقد كانت دولة بحد ذاتها لكنها قدمت التنازلات من أجل وجود علي عبد الله صالح رئيسا للجمهورية ومن أجل الوحدة. الآن الانفصاليين الحقيقيين الموجودين هم في صنعاء وفي صعدة. علي عبد الله صالح الآن لابد أن يخسر، وهو يعرف أنه يخسر كثيرا، ويخسر الكثير من الرجال ويخسر الكثير من القوة الاستراتيجية الباقية له. وفي مقابلته مع قناة الميادين حاول إيصال رسالة إلى الإمارات أنه مستعد لتقديم الحوثيين كأضحية مقابل إنقاذ مصالحه الخاصة في الإمارات فقط، ومقابل إنقاذ عائلته التي تحدث عنها أنها موجودة في الإمارات، بينما يقاد الكثير من المؤتمريين الأبرياء والأنقياء إلى معارك عبثية ووهمية في إطار منظومة الزعيم الواحد والآلهة المقدسة. هذا الأمر لم يعد له ولم يعد مجديا على الإطلاق في هذا التوقيت بالذات. وعلى علي عبد الله صالح أن يقدم استقالته مشروعة باعتذار واضح للشعب اليمني، لأن الشعب اليمني ذكي وواعي ولن يستطيع أن ينسى كل ما عمله صالح في حقه. نعم سيد سامي، إذا تحدثنا عن مشروعية القرار، عن قانونية القرار، هل ينسجم مع اللوائح الداخلية للمؤتمر؟ يعني هل القرار يعتبر صحيحا ومتسق مع قوانين ولوائح حزب المؤتمر الشعبي العام، بصرف النظر عن كون هذه اللوائح لا يعمل بها أساسا؟ يعني كما قلت لك الوضع هو استثنائي، وقد تم القرار
بمباركة الصف الأول والصف الثاني والكثير من قيادات المؤتمر الشعبي العام المتوزعة الآن والهاربة الآن في الكثير من من الدول. أيضا تم التواصل مع رؤساء فروع المؤتمر في جميع المحافظات أو في أغلب المحافظات. لم يعد مع كتلة الصالع سوى القليل من الشخصيات المنبوذة. أيضا هناك مثلا القيادات أصبحت منبوذة شعبيا من قبل قواعدها خصوصا في المناطق الجنوبية أو في المناطق الوسط مثل تعز وإب. مجرد تحويل المؤتمر الشعبي العام إلى ذراع لمقاومة المد الشرعي ولمقاومة الوجود ولمقاومة الانتفاضة الحقيقية على الحوثيين أعتقد أنها خسارة كبيرة لنا ولهم وللدولة ولكل شيء. حدثني أكثر أخي سامع الغباري عن يعني ردود فعل يعني ما أثر هذا القرار على حزب المؤتمر الشعبي العام ككل يعني أهم القيادات. لا بد أن يستوعب المؤتمرين كلهم حتى الذين معالي عبد الله صالح أن هذا القرار جاء في مصلحة المؤتمر الشعبي العام كي لا يتحول إلى تحول تصفيته كما تم تصفية حزب البعث وكما تم تصفية الحزب الوطني في مصر وكما تم تصفية الحزب الحاكم في تونس. لا بد أن نفهم أننا أمام مستقبل قوي ومستقبل واضح أنه لا يمكن على الإطلاق القبول بالأحزاب أو بالتنظيمات أو بالجماعات التي شاركت في حرب إبادة على اليمنيين منها جماعة الحوثيين. أيضا لا يمكن على القبول على الإطلاق بأنها ستكون لها وضع في المستقبل. لذا نحن في المؤتمر الشعبي العام حسمنا خيارنا بأنه سوف ننقذ حزبنا حزب الوطني الكبير الذي يرتبط في الكثير من المصالح والكثير من الارتباطات مع الشخصيات العامة والشخصيات القيادية ورجالة الدولة والكثير الكثير جدا من الموظفين. المؤتمر الشعبي العام يعتبر حزب الموظفين. ولذا فأنه هذه القرار هو جاء تلبية لمطامح وتلبية لنداءات ومطالب الكثير من قيادة المؤتمرية. وأعتقد أن القرار سيتم نافذا لأنه سيتم التواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الخصوص وتسمية النائب الأول والنائب الثاني للمؤتمر الشعبي العام كمتحدثين وحيدين للمؤتمر الشعبي العام بديلا عن القيادة الموجودة والتابعة لكتلة صالح. هل أفهم من ذلك أنه يعني ما يزال هذا الحزب قابل لإعادة البناء خاصة وهو حزب يتحكم به المخلوع صالح يعني تماما كما نعرف في الفترة الماضية وهو من أنشأ الحزب كذراع سياسي ضمن خطته للسيطرة على الحكم؟ يعني المؤتمر الشعبي العام لم يكن ذراعا سياسيا لعلي عبد الله صالح. علي عبد الله صالح هو كان رئيسا للمؤتمر الشعبي العام على مدى 30 سنة ولا يمكن على الإطلاق أن يغفل دوره في قيادة المؤتمر أو يغفل أنصاره المتواجدين في المؤتمر. لكننا ندعوهم فعلا إلى الجلوس مع أنفسهم وإلى التعقل وإلى معرفة أنه لا يمكن على الإطلاق أن يستمر المؤتمر الشعبي العام بهذا المنحى وبهذه الصورة المؤسفة والصورة الكارثية التي سوف تقوده إلى الدمار وإلى الانهيار. المؤتمر الشعبي العام نحن من حرصنا ومن حرصنا الوطني على وجوده كحزب فاعل داخل الساحة الوطنية لا بد أن يترجم هذا الحضور العميق داخل المجتمع يترجمه بقرارات مصيرية وتاريخية وذلك ما تم اتخاذه بالأمس وفق إجماع كبير جدا. وأنا أتمنى أن يتعقل الرئيس علي عبد الله صالح وأن يتنحى جانبا عن العملية السياسية والعملية الشعبية وأن يواجه مصيره بنفسه. طيب كيف ممكن يعني تتخيل أو كيف سيكون وضع حزب المؤتمر الشعبي العام بلا المخلوع صالح؟ كيف ممكن تتخيل المستقبل بدون علي صالح؟ المؤتمر الشعبي العام له أطره وله برامجه التنفيذية الواضحة وله رجالاته القياديين الواضحين والمعروفين والمجربين أيضا على مستوى اليمن والذين لديهم علاقات طيبة واستراتيجية مع الكثير من المحافظات وحتى الكثير من الأحزاب على مستوى العالم. أعتقد أن وجود المؤتمر الشعبي العام بدون صالح أمر طبيعي جدا. صالح بشر يمكن أن يتوفاه الأجل في أي لحظة أو يتنحى في أي لحظة. المؤتمر الشعبي العام قادر على التكيف. المؤتمر الشعبي العام حزب الدولة كما قلت لك سالفا ووجوده في إطار الدولة وفي إطار مشروعية الحكم أيضا سوف تضمن له الاستمرار وذلك ما نحاول أن نحرص عليه الآن لأن المستقبل سوف يتقدم بإنهاء دور الميليشيا سواء بالقوة أو بالسلام. لا بد من تنفيذ القرارات الدولية والأممية ولا بد من إعادة إحلال السلام بداخل اليمن. لا يمكن أن يستمر هذا الوضع الشاذ على الإطلاق.
نحن الآن في محاولة إنقاذ المؤتمر الشعبي العام، لأنه استمرار مثل هذه الإرادة المزاجية التي يتخذها علي عبد الله صالح داخل المؤتمر الشعبي العام لا يمكن أن تستمر. الفوضى لا يمكن أن تستمر على الإطلاق، ولا يمكن استمرار أي أدوات من أدوات الصراع وتحويل المؤتمر عفواً إلى أدوات من أدوات الصراع، وهو المؤتمر غني عن ذلك، والمؤتمر عليه أن يسهم في السلام وعليه أن يسهم في إحلال الأمان والاستقرار اليمن وإعادة عجلة التنمية وإعادة الشرعية إلى داخل الأراضي اليمنية ونبذ المشاريع الطائفية والعنصرية والسلالية التي يقودها جماعة الحوثيين بتحالفهم مع كتلة صالح داخل المؤتمر الشعبي العام. نحن نقول بوضوح وبجلاء بموجب هذا البيان أننا براء من ما يفعله صالح، وأن صالح يقود نفسه ويقود كتلته إلى مصير مجهول. نعم. طيب أخ سامي، قبل سام الغباري القيادي في المؤتمر الشعبي العام، هنالك تساؤل مهم جدا من خلال متابعتنا ومتابعتك أيضا أنت للقائه الأخير على قناة الميادين، كيف تفسر نزق المخلوع وعدم قدرته في السيطرة على نفسه وهو يصدر تلك الشتائم التي سمعناها لقيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام، هذه القيادات التي أنشقت عنه وأعلنت تأييدها للشرعية وصفها بأنها المتسولة وأنها كانت تنحني تحت أقدامه سابقا، كيف تفسر هذا الانفعال أو كيف تقرأ هذا الانفعال؟ عندما شعر الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الرئيس السابق للمؤتمر الشعبي العام والرئيس السابق للجمهورية اليمنية، عندما شعر بالخطر بدأ في الوصول إلى مرحلة من الغضب. هذا الغضب لا يمكن على الإطلاق أن نبادله بشيء من الغضب. المؤتمر الشعبي العام يدرك أنه أمام تحول استراتيجي وأمام مرحلة هامة لا بد لها من مزيد من الصبر والحكمة. بالنسبة لما يقوله الرئيس السابق علي عبد الله صالح، يجب أن نفهم جميعا أننا أمام حالة من الرسائل المهمة التي حاول إرسالها إلى الإمارات، والتي حاول بعثها أيضا إلى الكثير من الأطراف الدولية والإقليمية، أنه مستعد للتضحية بالحوثيين وأنه قادر على التفاوض على قرار أو على الآلية المتخذة من أجل قرار الأممي 22-16. وتلك الرسائل تحاول أن تنقذ ما تبقى له من مصالح استراتيجية داخل دولة الإمارات خصوصا على مستوى العائلة. لكن أعتقد أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح قد تأخر كثيرا كثيرا في هذا الأمر، ولا أدري أي مستقبل سوف ينتظره. هو يريد أن يقاتل، لكننا داخل المؤتمر الشعبي العام نريد أن نحن سام يعني أنت يعني قراءتك لهذا الحديث يعني مقابل ماذا؟ أنا أقصد أنه يعني هو قبل أو رسل رسالة كما قلت، حاول أن يوصل بعض الرسائل للإمارات أهمها انصياعه لهذا القرار واستعداده للتضحية بالحوثيين كما قلت قبل قليل، مقابل ماذا يعني؟ هو يريد بصورة واضحة أن يقول للسعوديين للإماراتيين أنني ضحيت بكل ما أعمل الآن من أجل بكل مستقبلي وبكل حتى العائلة وبكل منظومتي حتى وبكل مصالحي، قدمتها يا سيدي الكريم من أجل محاربتي للإخوان المسلمين، وأن السعوديين أرادوا إرغامي على التفاوض مع الإخوان المسلمين من أجل تحقيق مصالحهم، وأنهم حاولوا توريط الإمارات في العملية أو في عملية عاصفة الحجم وإعادة الأمل. لكن أعتقد أن مثل هذا الكلام هو محاولة لمعرفة أنه علي عبد الله صالح بدأ يستخدم آخر أدواته، وهي المصالح الخاصة به الضيقة التي بدأت تتضرر من عصبة الحزم ومن إعادة الأمل. يعني في تصوري أن علي عبد الله صالح عليه أن يتنحى جانبا، عليه أن لا يخسر الكثير. نحن نحمل له الكثير من الود والكثير من الاحترام بصفة أنه كان رئيسا سابقا للمؤتمر الشعبي العام وللجمهورية اليمنية. نعم. عليه أن لا يستمر في هذا الوضع الكارثي، عليه أن يتجرد أيضا أنه يتم تجريده من المال والسلاح، مثل هذه الأدوات التي ما زالت معه ما زال يحارب بها. نعم. طيب إذا عدنا للقرار، إذا عدنا للقرار الذي هو موضوع حلقة هذا اليوم، هل هنالك تحديات عملية ممكن الآن تواجهونها داخل المؤتمر الشعبي العام لتنفيذ هذا القرار، قرار إحالة المخلوع صالح؟
التحديات هي وجود مؤتمر عام الآن، لابد من تشكيل مؤتمر عام للمؤتمر الشعبي العام من أجل تنقية الأجواء ومن أجل أيضا إجماع المؤتمر الشعبي العام بصورة أساسية على أن يظل علي عبد الله صالح ربما رئيس المؤسسة المؤتمر الشعبي العام، أو أن يتنحى جانبا بصورة نهائية عن المؤتمر الشعبي العام، ذلك ما ستفرزه المؤتمر العام التي سوف ينعقد قريبا في داخل اليمن. وأعتقد أن هناك رسائل مهمة بخصوص ذلك سوف يتم الكشف عنها لاحقا. نعم، إذن الأخ سام الغباري القيادي في المؤتمر الشعبي العام، كنت معنا على قناة يمن شباب في هذه المساحة التي تحدثنا فيها عن الحراك المؤتمري لخلع المخلوع علي صالح من رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام. شكرا جزيلا لك أخي سام. سنلتقي مشاهدينا الكرام بعد فاصل قصير يستمر بعده الحوار. في حقيقة الأمر ما قد خلقش يهاجم محافظة تعز، لن تنجب أمة بعد أنه يتهجم على محافظة تعز. لم يبق خبث فيه إلا طالها، ماذا تبقى في يديه حيالها؟ ذاك الذي ليس جديدا قبحه، حمل الجرائم كلها وأتى لها، وهو الذي يدري بأن عبوره لا لن يكون بقتله أطفالها. أطفالنا ليسوا حصون تعزنا، أفلا أزحت إن استطعت جبالها؟ يا أنت يا من لست شيئا، إنها لا شيء يعلو أهلها فينالها. من جردتك من المنام؟ وإن غفوت فزعت حين رأيتها ورجالها. من زعمتك ويوم شاءت أسقطتك؟ وليس رأسك ميتا إلا لها. السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم من جديد، لازلتم معكم في حديث المنتصف، ومحور هذه الحلقة وهذه التغطية من حديث المنتصف هو الحراك المؤتمري الذي يخلع المخلوع صالح من رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام. وينضم إلي الآن عبر الهاتف لنقاش هذا الموضوع الأستاذ عبد الناصر المودع الكاتب والمحلل السياسي. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ عبد الناصر مرحبا بك. أهلا وسهلا، تفضل. في إطار حديثنا عن هذا الموضوع، موضوع خلع المخلوع من رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام، هذا الحراك الذي ظهر مؤخرا، وكان من الضروري أن أسألك، يعني هل هذا القرار يعكس وصول الانقسامات داخل المؤتمر الشعبي العام إلى ذروتها برأيك؟ الصوت مش واضح، عفوا عيد لي السؤال. السؤال يعني نتحدث عن تداعيات القرار، يعني قرار خلع الرئيس المخلوع علي صالح من رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام، هل هذا يعني أن الانقسامات داخل المؤتمر الشعبي العام قد بلغت مبلغا، قد وصلت إلى ذروتها تقريبا؟ يعني كان واضح أنه بعد عاصفة الحزم بعض الأشخاص، بعض القيادات المؤتمرية فضلت أنها لا تتخذ نفس موقف الرئيس السابق صالح. البعض رأى أن هذا كان نوع من لعب أدوار، أن البعض يكون مع الشرعية والبعض يستمر مع الرئيس السابق صالح. وعلى كل حال يعني العملية هي بتتم في إطار حالة التشظي السياسي الذي بيشهده اليمن، يعني والمؤتمر الشعبي هو منذ البداية نعرف إحنا هو ليس حزب مؤسسي، هو حزب كان في الأصل منظمة سياسية أو تنظيم سياسي هدفه بسط وتقوية نفوذ صالح وسلطته. وراد الرئيس السابق صالح أن يستخدم هذا التنظيم لاستعادة السلطة بعد أن تم إخراجه منها. وبالتالي حتى لو حدث هذا الحراك في السعودية، الحزب ببنيته الأصلية
لا زال فاعل في داخل اليمن، وهذا لا يرجع طبعا الى قوه الحزب ولا الى شطاره علي عبد الله صالح او حنكته السياسيه، بقدر ما يرجع ان الاطراف الاخرى ليست بتلك القوه ولا بالكفاءه التي تستطيع ان تخلخل الحزب من الداخل، تستطيع ان تفككه تفكيك حقيقي من الداخل. لان الكثير من قيادات الحزب، نعرف حزب المؤتمر الشعبي هو كان حزب الدوله، وجزء كبير ممن انضموا للحزب انضموا لاجل مصالح معينه، لاجل ان يستفيدوا من سيطرته على الدوله كي يكسبوا وظيفه او يبقوا في مراكزهم او يحصلوا على ترفيع ما. وبالتالي المنضمين للحزب المؤتمر معظمهم وخاصه القيادات هي قيادات مرتبطه بالرئيس السابق وبالحزب المؤتمر عن طريق المصلحه. لكن ما هي الاوراق التي تمتلكها هذه القيادات المؤتمريه التي اصدرت بيان خلع المخلوع من الحزب بحيث يستطيع ان يترجم هذا القرار الى واقع، ويستطيع ايضا تسيير امور الحزب من غير علي صالح؟ لا اعتقد ان لديهم نفوذ حقيقي في داخل اليمن، لانه هذه القيادات كما ذكرت هو ليس حزب مؤسسي، بمعنى انه لو انشق لا يوجد فعلا اجنحه بحيث نقول بان هناك جناح معين من داخل الحزب انشق على الجناح الاصلي او ان اليمين او اليسار. المؤتمر هو كان عباره عن مجموعه من جزء كبير منهم هم اشباه موظفين رسميين، وبالتالي هؤلاء الذي في الرياض ليس لهم ذاك اي ثقل حقيقي في داخل الحزب، وبالتالي لن يترجم هذا الى انشقاقات في الداخل. يعني لهذا العمل قيمه رمزيه فقط تشير الى انه اصبح صالح، خاصه هذه القيادات جزء كبير منها هي تعتبر من القيادات الرئيسية والقيادات التاريخية للحزب، وبالتالي هي تشير إلى أن عزلة الرئيس السابق صالح بأنه أصبح هو وبعض القيادات التي كانت إلى فترة قريبة من الصف الثاني وبعضها من الصف الثالث الآن هي التي تتصدر المشهد في صنعاء، وبالتالي هي تشير إلى عزلته أكثر وأكثر. وكما ذكرت المشكلة الأساسية هي أنه لم يتم من قبل السلطة الشرعية من قبل الرئيس هادي وفريقه استثمار حالة الانشقاقات إن كانت انشقاقات حقيقية، لأنه كما ذكرت هؤلاء هم كانوا مرتبطين بالحزب لأسباب مصلحية، وبالتالي لو ضمنوا مصالحهم فسينفضون من حول صالح، ولكن عندما لم يجدوا من يستوعبهم الكثير منهم استمر في ولائه لصالح، وهذا الولاء هو ليس ولاء ايديولوجي. نعم. ولا هذا بالنسبه للقيادات المؤتمريه. خلينا نتحدث عن مستقبل المخلوع نفسه في ضوء امكانيه نجاح خلعه من حزب المؤتمر، كيف ممكن تقرا مستقبله الان من غير حزب المؤتمر الشعبي العام؟ الرئيس السابق صالح ادواته في السلطه المؤتمر احد هذه الادوات. الادوات الثانيه كانت علاقته في المؤسسة العسكرية والأمنية وسلطته ونفوذه في داخل هذه المؤسستين، ولا زالت هذه المؤسستين أو جزء من ممن يدينون بالولاء له لا زال جزء منهم يدينون بالولاء للرئيس السابق صالح. وأما خلعه في الظروف الحالية كون العملية تمت من خارج فليس لها أي أثر يذكر على الحزب في الداخل، كون الأشخاص الذين في الخارج ليس لهم سلطة فعلية في الداخل. لكن مستقبله مستقبل الرئيس السابق هو مستقبل إلى أين ستصير الأمور، ستتحدد وفقا للآلية كيف ستصبح الأمور في المستقبل. هل سيمنى الحوثيون بهزيمة مطلقة وبالتالي سيكون مصير الرئيس السابق إما النفي أو السجن أو غيره، أو أن الأمور ستؤول إلى تسوية سياسية ما وبالتالي سيضمن للرئيس السابق أو على الأقل لجزء من فريقه جزء من السلطة. هذه الأمور كلها تعتمد على كيف ستؤول الأمور
في المستقبل وتحديدا في المستقبل القريب. يعني ستؤول الأمور على ضوء الخيارات التي لا زالت متبقية أمامه، يعني هل لا زال هنالك خيارات متبقية أمام علي صالح بعد تنامي حالة الانقسام داخل الحزب وبعد هذا القرار؟ يعني خياراته هي نفس الخيارات التي الآن مرتبط، هو ارتبط الآن بشكل على الأقل في المرحلة الحالية بخيار الحركة الحوثية، وهؤلاء الآن هم يعولون على قدرتهم العسكرية وعلى قدرتهم في القتال في الداخل، وحتى الآن لا زالوا في بعض المناطق يمتلكوا الكثير من القوة ومراهنين على المعارك التي ستسم في الجبال، رغم أنه من الناحية النظرية البحتة يبدو أنه ليس لهم من أمل ولا من أفق، ولكن هم يستغلوا ضعف وركاكة أداء السلطة الشرعية التي تترجم بضعفها في مناطق وتحديدا في المناطق التي هي تحت سيطرتها وأداءها السيء. هم يستثمروا هذه الحالة، ولا يستثمروها فقط في الداخل، ولكن أيضا يستثمروها في الخارج وأمام العالم، لأنهم يقولون للخارج بأنهم انظروا للمناطق التي انسحبنا منها أو هزموا منها واخرجوا منها بأنه أصبح هناك الفراغ، وهذا بيقوي من موقف الأطراف أو الداعين للتسوية السياسية، والتسوية السياسية تعني بأنه سيكون للحوثيين وللرئيس السابق جزء من السلطة. فهذه الأمور كلها هي تشير إلى أن لا يمكن تحديد الآن كيف المستقبل الذي سيكون عليه الرئيس السابق صالح وحزبه في الوقت الحالي، لأن نحن الآن في وسط عملية قراءتك للمستقبل. هناك سؤال مهم يعني لابد أن أطرحه عليك، هو ما يتعلق بإمكانية هذه القيادات المؤتمرية التي أصدرت قرار خلع صالح من رئاسة الحزب وأيضا إحالته للمحاسبة، هل ممكن أن تساهم في رفع ملفات قضائية لمحاكمته في المحاكم الدولية؟ المحاكم الدولية أولا لها اشتراطات قانونية خاصة، المحاكم الدولية أولا المحكمة المختصة في العالم التي تنظر في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان أو غيرها، هي محكمة الجنايات الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية تشترط إما إحالة من مجلس الأمن للشخص أو للجهة التي ستحاكم، أو أن تكون الدولة موقعة على وثيقة روما التي أنشأت المحكمة أو تكون عضوة في المحكمة، وكون اليمن ليست عضوة في المحكمة وحاليا لا يوجد أي إحالة من مجلس الأمن ولا يتوقع أن توجد إحالة من مجلس الأمن في المستقبل القريب على الأقل، فليس هناك من أي ولاية قضائية لأي جهة خارجية، هذه لنكون صريحين، يعني الكلام الذي يدور حول إحالته المحكمة الدولية الرئيس السابق أو أي شخصية يمنية لا يمكن إحالتها في الوقت الحالي إلى أي محكمة دولية ما لم يتم إحالته من مجلس الأمن، إحالة هذا الشخص أو هذه الجهة، وبالتالي مستبعد تماما أي محاكمة لا للرئيس السابق صالح ولا للحوثي ولا أي شخصية يمنية تحت في محكمة دولية، ولكن المحكمة الداخلية ستعتمد على نتائج الحرب، يعني إذا تمكنت القوات الحكومة الشرعية ومن وراءها قوات التحالف من السيطرة على اليمن وإلقاء القبض على الرئيس السابق صالح، في هذه الحالة من الممكن توقع محاكمة الرئيس السابق صالح وربما قيادة حوثية. أما غير ذلك فليس هناك إمكانية. نعم أستاذ عبد الناصر، خلينا ننتقل إلى نقطة أخرى هي حول الانقسامات التي حدثت في حزب المؤتمر خلال هذه الفترة، كيف تفسر اتهامات جناح المخلوع الذي لا زال مواليا لعلي عبد الله صالح والذي اتهم جناح قيادات المؤتمر المؤيدة للشرعية بأنهم
اتهمتهم بأنهم يعطون الإحداثيات للتحالف العربي، وذكروا أيضا بعض الأسماء بعينها والتي لا أريد أن أسميها في هذه الحلقة. يعني كيف تقرأ هذا الاتهام؟ يعني طبيعي في حالة الآن التجاذبات والانقسامات أن تحدث مثل هذه الاتهامات، وهي اتهامات لا أستطيع أنا أن أنفيها ولا هم بإمكانهم أن يبرهنوا عليها، لأن هي تظل اتهامات سياسية ليس هناك من دليل ولا يستطيعون يقدموا دليل. وقضية الإحداثيات أعتقد أنه جزء كبير من الأهداف التي يتم قصفها لا تحتاج إلى إحداثيات أو لا تحتاج إلى حتى مخبرين، مثل المعسكرات والذي هي معروفة ومرصودة بكل سهولة، قد تم رصدها وترصدها الأقمار الصناعية بكل سهولة. أما فيما يتعلق بأنه اتهموا هذه الشخصية أو تلك، يعني كما ذكرت أنا هذه اتهامات سياسية لأنهم هم لا يستطيعوا أن يبرهنوا عليها، وأنا أو غيري هو اتهمها في لقائه الأخير مع القيادات، عفوا في لقائه الأخير يعني اتهم هذه القيادات التي انشقت عنه في لقائه مع قناة الميادين أنها تتبع المخابرات السعودية وهي من زرعت هذه القيادات في السلطة. طبعا هذا الكلام هو أيضا مردود على الرئيس السابق والمؤتمر الشعبي، أنه عندما يتهم شخصية ما من قياداته بأنها مزروعة من المخابرات أجنبية وبأنه كان يعينها وهي مزروعة، فهذه مردود، هذه التهمة أيضا يتحمل هو نتيجتها، يتحمل مسؤولية أنه كيف يعين شخصية هو يتهمها أنها كانت مرتبطة بمخابرات أجنبية ويعينها في مناصب عليا كما ذكر في الاتهام الذي وجه لهم. نعم، لكن ما هي الرسائل التي أراد إيصالها المخلوع بهذا التصريح؟ يعني هذه نوع من الـ يعني الـ المناكفات السياسية الساذجة، لأنه يعني بين قوسين أقولها، يعني أنه لأنها مردودة على كل واحد يستطيع أن يتهم الطرف الثاني، وخاصة أن الرئيس السابق صالح يعني سجله في التعامل مع القوى الخارجية هو سجل غير نظيف وسجل مليء، بل بأنه هو أيضا هو قالها بنفسه بأن حزب المؤتمر الشعبي سلم أموال من الخارج وحدد عدة دول، وهذه تعتبر جريمة بحد ذاتها، هذه في لو تم تطبيق القانون بحذافيره هذه بحد ذاتها توصل ممكن إلى أقصى العقوبة، أنه ولكنه كان يقولها بكل راحة، كان حاول أن يدافع عن نفسه تهمة الفساد بأنه لم يستلم شيء من الدولة، فيما راح يؤكد بأن الأموال التي يمتلكها الحزب مصدرها الخارج، والقانون قانون الأحزاب يجرم السلم أي أموال من الخارج، وهذه تعتبر من الخيانة، جريمة من جرائم الخيانة العظمى، خاصة إن كان رئيس الجمهورية يستلم مبالغ من الخارج. فهذه التهمة عندما يتهم الرئيس السابق صالح وحزبه، يتهم أي طرف من أطرافه كان من حزبه أو من غير حزبه بأنه بيستلم من الخارج، في الوضع السياسي اليمني ونعرف إحنا طبيعة النخبة السياسية، هذه تعتبر نكتة ليست تهمة، لأنه الكل ومعروف يعني عن الطبقة السياسية اليمنية علاقاتها وارتباطاتها بالخارج، وبالتالي هذه التهم ليس لها أي قيمة لا قانونية ولا حتى سياسية. كان قبل قليل معي على الهاتف سام، قبل قليل كان أحد القيادات المؤتمرية معي على الهاتف ويعني سام الغباري، وتحدث عن أنه خلال الأيام القادمة سيكون هنالك اجتماع موسع لقيادات مؤتمرية لانتخاب قيادات جديدة للحزب. كيف تتوقع يعني ما الذي سيخرج به هذا الاجتماع في ظل عدم وجود المخلوع صالح؟ يعني كما ذكرت هذه الاجتماعات ستتم في الخارج، وبالتالي تأثيرها سيكون تأثير رمزي، لأننا في هذه الحالة سنشهد حزب الموجودي المؤتمر في الخارج وحزب المؤتمر في الداخل. والمشكلة الأساسية الآن في المؤتمر في الداخل وليس المؤتمر في الخارج، وقوة الرئيس السابق صالح تعتمد على أنصاره الذي في الداخل، وبالتالي ليس لهذه حتى لو تمت انتخابات قيادة جديدة لن يكون لها ذاك الأثر، إلا في حال تم هزيمة الرئيس السابق صالح والحوثيين هزيمة نكرة، في هذه الحالة يمكن يكون لهذه القيادات دور
أو تأثير، خاصة إذا لم تمكن هذه القيادات، وهذا أمر متوقع أن تمكن بحيث أنها تكون قادرة على أن تؤثر على أعضاء المؤتمر في الداخل، لأنه كما تعرف السياسة تريد موارد مالية وتريد إمكانيات كي يكون لك تأثير على أنصارك أو أن تستطيع أن تسحب البساط من خصمك. وإذا لم تمكن مثل هذه القيادات، حتى لو انتخبت قيادة جديدة للمؤتمر الشعبي، فدورها سيكون محدود جدا في الداخل. أستاذ عبد الناصر، حاليا الآن ما هي الخطوة المطلوبة من قيادات المؤتمر التي أصدرت هذا القرار، قرار إحالة المخلوع للمحاكمة والمحاسبة؟ ما هي الخطوة الأولى التي يفترض أن يقوموا بها بعد إصدار هذا القرار؟ يعني هو أيضا في هناك مشكلة نقول فنية، من الناحية أنه آلية العزل تتطلب اجتماع للجنة الدائمة أو المؤتمر العام للحزب. طبعا لا تستطيع هذه القيادات أن تجمع اللجنة العام المؤتمر العام، أن تعقد مؤتمر عام للحزب بحيث ينتخب قيادة جديدة، لأن دستور الحزب أو اللائحة الداخلية للحزب تقرر بأنه لا يتم تغيير القيادة إلا عبر مؤتمر العام للحزب، والمؤتمر العام للحزب يستحيل أن يجتمع لا في داخل اليمن ولا في خارج اليمن. وبالتالي أي خطوات تقدم عليها هذه القيادات أو أي أعضاء المؤتمر الشعبي سيرد عليها جناح الرئيس السابق صالح بأنها غير شرعية، وهي من الناحية الشكلية والنظرية صحيح أنها غير لن تكون لها أي قيمة شرعية، لأنه كما ذكرت لائحة الداخلية للحزب تتطلب أن يعزل أو تنتخب قيادة جديدة عبر المؤتمر العام للحزب. في هذه الحالة ما بأيدي هذه القيادات ليس الشيء الكثير، فقط هي رسائل، توجه رسائل للداخل وللخارج بأن الرئيس السابق صالح أصبح معزولا على الأقل من قيادته، رغم أنه أيضا الرئيس السابق صالح في المقابلة السابقة الذي أجرها مع قناة الميادين صرح بأن بعض القيادات هو أرسلها، بما فيها جزء من هذه القيادات التي أعلنت أمس عن إحالة صالح للمحاسبة. وبالتالي العملية لا تبدو من قبل البعض قد تكون ليست إلا مجرد لعب أدوار بين الرئيس السابق صالح وبين أعضاء حزبه. شكرا لك أستاذ عبد الناصر المودع، أستاذ عبد الناصر المحلل والكاتب أو الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. أيضا أشكر الأخ سام الغباري القيادي في المؤتمر الشعبي العام. مشاهدي الكرام، أشكركم على هذه المساحة التي قضيناها سويا لنتابع آخر مستجدات هذا القرار الذي أصدر من قيادة المؤتمر الشعبي العام لإحالة المخلوع صالح للمحاكمة والمحاسبة. مشاهدي الكرام، سأراكم في حلقة قادمة من حديث المنتصف. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وإلى اللقاء.